مشاهدينا اهلا بكم، همزه وصل جديده دوما ما نفتح بها بابا للحوار بيننا وبينكم. فقراتنا متنوعه نبداها دوما بتصحيح شائعه من الشائعات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشائعه حول واحد من الامراض المعديه، حيث نفت وزاره الصحه ما تردد في بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونيه وصفحات التواصل الاجتماعي بشان تفشي حمى التيفود وظهور حالات مصابه بالمرض بين طلاب المدارس. وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتفشي حمى التيفود بالمدارس، موضحة أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بهذه الحمى أو أي أمراض معدية أخرى على مستوى الجمهورية، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية بين طلاب المدارس، فضلا عن تنفيذ برنامج تطعيمات وقائي دوري لتلاميذ المدارس ضد الأمراض المعدية. وأوضحت الوزارة أنه فور تداول أنباء عن وجود حالة اشتباه بإصابة أحد الطلاب في إحدى المدارس، فقد تم تشكيل فريق من قطاع الطب الوقائي وأخذ عينات من مياه الشرب لفحصها، مؤكدة أن نتائج المعمل والفحوصات كشفت صلاحية المياه وسلامتها وعدم وجود أي حالات مصابة بحمى التيفويد. لافتة لأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الطلاب وإجراء أعمال تعقيم وتطهير لدورات المياه والفصول. مزيد من التوضيح معنا عبر الهاتف، معنا دكتور محمد شبيه استشاري طب الأطفال وحديث الولادة. أهلا بك دكتور محمد. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. دكتور محمد، يعني بعد نفي هذه الشائعة عايز أسمع من حضرتك إيه هي أهم الأعراض الخاصة بحمى التيفويد عشان الناس تبقى عارفة ابنها عنده اعراض مشابهه ما عندوش، يبقوا فاهمين ايه هي طبيعه الاعراض الخاصه بهذه الحمى في حال التعرض ليها. طيب هو مبدئيا بس انا عايز الفت النظر، فكره الشائعات دي حاجه بقت خطيره جدا في المجتمع المصري في نعم. حالات عن سواء على الميديا او على السوشيال ميديا بالذات. نعم. بقى الموضوع يعني الناس يعني بتاخد معلوماتها من مصادر غير موثوقه، وبتاخد انه اي حد يبعت له يا جماعه ده جروب مش عارف ايه وحصل ايه وخلي بالكم وخلي بالكم والناس معتمه، كلام كله بيبقى كله كلام ايه مش صحيح. دي نقطه مهمه عشان ناخد يعني معلوماتنا من مصادر موثوقه عشان ما نثيرش الهلع والخوف بين الناس بدون داعي. دي اول نقطه احب الفت النظر ليها. حمى التيفود هي حمى يعني عدوى عن طريق تلوث الاكل او الشرب بالطيفي او البكتيريا اللي هي التيفود ديت، تمام. والعدوى بتبقى ممكن من اكل ملوث، من شرب ملوث، من طفل واحد عنده بنسميها احنا فيكو اورال يعني تلوث الايدي بفضلات الانسان ممكن تنقل العدوى. وحمى التيفود بتبقى اعراضها فترة طويلة من الحرارة، دي أكثر ما يميزها. يعني فكرة مش أي طفل، يعني لو بصينا لأعراض التيفود هتلاقيها متشابهة مع أعراض كتير جدا. عشان كده لما بنشك في حالة بيتعمل الفحوصات، يعني آلام في المعدة موجودة مع حاجات كتير، حرارة موجودة مع 70% من أمراض المعدية في الأطفال. لو قلنا مثلا قيء برضه موجود في 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 أمراض كتير في الأطفال. فإذا هو أعراضه تتشابه مع أعراض كتير، لكن هو ما يميزه إنه بيحصل ارتفاع للحرارة فترة طويلة، وبنعمل تحليل مزرعة للبول، بنعمل تحليل مزرعة للبراز، بنعمل تحليل اسمه بيدال تيست. دكتور محمد، دكتور محمد، المفروض الأم إمتى بعد ما يعني إمتى درجة الحرارة لما تتخطى كام يوم تبتدي تتوجه إنها تعمل له الخطوات بقى اللي تعرف منها ده دي سخونة طبيعية بتاعت برد إنفلونزا ولا شيء تاني؟ بص حضرتك، هي الفكرة إنه الحرارة مش أي حرارة تبقى تيفود بس. فإحنا 10 أيام نبدا نقول ان احنا كده بنتكلم نشك في التيفود، مش برضه ما ناكدش الا بعد اجراء الفحوصات. ممكن يكون شيء تاني برضه حتى لو كان مده ال 10 ايام. بالظبط. مفيش اي اعراض تانيه غير ارتفاع درجه الحراره؟ لا، هو ارتفاع درجه الحراره، الام المعده، القيء، ممكن يبقى معاه شويه اسهال بس مش عنيف. تغير في زي فطريات موجوده على الفم، يعني كلها حاجات تمشي مع اعراض عدوى في الجهاز الهضمي متكرره بكل الايه اشكالها وانواعها. نعم. هل في اي نوع من انواع الوقايه اللي ممكن الامهات تتبعها في هذه المرحله؟
طيب بص، هي الوقايه بالنسبه لانه العدوى عن طريق الجهاز الهضمي، فاذا هي النظافه الشخصيه والحاجات البسيطه اللي احنا بنستهون بيها هي اللي ممكن تقي الاطفال من العدوى دي. زي مثلا لما نقول ان احنا اغسل ايديك قبل الاكل وبعده، ان بنستهون بالقصه دي تمنع حدوث العدوى. ما بناكلش يا جماعه في الشارع بره. النظافه الشخصيه اثناء بعد التبول او التبرز بتقلل العدوى. ما ناكلش في مكان اماكن غير موثوق بها وهكذا. فاذا هي زي ما بقول طفل عندي بيجي له ازالات معويه، ازاي نقي هذا الطفل؟ هو نفس الكلام اللي هو النظافه الشخصيه، النصائح العامه، غسيل الايدي، غسيل الخضار وهكذا. الاكل برضو البروتينات الغير مطهوه طهوا جيدا برضو من الحاجات اللي ممكن تعمل العدوى. نعم، أشكرك دكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال وحديث الولادة، شكرا لك على المداخلة والتوضيح، وقانا الله وإياكم شر كل هذه الأمراض، ولأطفالنا كل التمنيات بالصحة. دعونا ننتقل هذه المرة لأهم الأخبار التي تم تداولها على الشبكة العملاقة شبكة الإنترنت عبر ال 24 ساعة الماضية، ونتوجه بالحوار للزميلة حنان عاطف. حنان، ماذا لديك اليوم؟ بالطبع ماجدة، يعني أبرز ما تم تداوله خلال الساعات الماضية هستعرضه معاكي وكمان مع مشاهدينا الكرام. يعني أبرز ترند أو أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت كانت هاشتاج محمد صلاح، وده نتيجة الموضوع الرياضي اللي بنتكلم فيه، كان نتيجة مباراة ليفربول الإنجليزي مع نظيره مانشستر سيتي. وطبعا ليفربول زي ما احنا كلنا عارفين انه بيلعب ليه اللاعب المصري المتألق دايما محمد صلاح. المباراة انتهت بفوز ليفربول بنتيجة كبيرة جدا 3-0. بذكر حضراتكم ان المباراة كانت في قمة مباريات الجولة 12، ده طبعا في الدوري الإنجليزي، واللي انتهت ب 3-1 وأحرز فيها نجمنا الكبير محمد صلاح بالطبع هدف. محمد شرف بيقول صلاح ربنا يحميك، ربنا يوفقك للقمة دايما يا فخر العرب، كل احترامي وتقديري مع أرق تحياتي. طيب كمان مصطفى الداوي بيقول محمد صلاح يا رب من تألق لتألق يا صلاح، خلي الناس حول العالم تتمتع بالكرة الحلوة. كمان معانا مشاركة من سماح بتقول فيها صلاح شرفتنا وفرحتنا يا ابن بلادي، بالطبع هو فخر لكل المصريين. مشاهدينا، صلاح انت الصلاح ومن قدمك يأتي الصلاح، تعبير يعني جميل جدا يستحق محمد صلاح. حسام درويش بيقول لا تحتفلوا كتير أمام صلاح فإنه سيعود يوما للانتقام. طيب خلينا كمان نستعرض معاكم أبرز ما تم تداوله. ملك بيقول ماني صلاح مهاجم مجنون، يعني يمكن ده راجع لتألق النجم محمد صلاح. أحمد بيقول الفرعون المصري بيشعل الأنفيلد صلاح ليفربول مانشستر سيتي. الهرم الرابع محمد صلاح، ده كان أحمد عزيز رأيه في محمد صلاح. وأخيرا معانا أحمد فؤاد بيقول صلاح يتألق في مباراة الموسم البريمير ليج، متألق يا ابن النيل، الدوري يقترب من أنفيلد بعد غياب 30 سنة بإذن الله بفضل ابن مصر المو صلاح. يعني مشاهدينا دي كانت أبرز الكلمات اللي تم تداولها على موقع تويتر، أبرز التويتات. بالطبع سوف أكون معكم للمزيد من المشاركات والمتابعات والتعليقات عبر همزة وصل إي جي على مدار الحلقة، لكن خلونا نتعرف على سؤال حلقتنا النهاردة. هروح لزميلتي ماجدة. إليكي ماجدة. لك حنان، بالتأكيد سنكمل معا في هذه الحلقة من أجل عرض أراء مشاهدينا، فكوني معي حتى نهاية الوقت. عودة مرة أخرى لكم مشاهدينا، هذه المرة إلى موضوع الحلقة، ولا يخفى على أحد حجم الجهد المبذول من الحكومة المصرية في الطرق ومشروعات الطرق بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية. حققت مصر إنجازا حقيقيا في التقدم في مشروعات الطرق، مما
أهلها لأن تحتل مركزا جيدا في الترتيب العالمي لجودة الطرق خلال الفترة من 2014 وحتى 2019. تقدمت مصر 90 مركزا لتصل للمركز 28 في عام 2019 مقارنة بالمركز 45 في عام 2018، وذلك وفقا لتقارير التنافسية العالمية. ماذا عما تم إنجازه في مشروعات الطرق في مصر، وما هي أثار هذه الطفرة على الاقتصاد المصري؟ ماذا عن المخطط القادم لمشروعات الطرق والمخطط الاقتصادي لها أيضا المرجو منها؟ دعونا نطرح المزيد من التساؤلات من خلال سؤال الحلقة الرئيسي سأطلعكم عليه حالا. كيف ترى تقدم مركز مصر في الترتيب العالمي لجودة الطرق وانعكاسه على جذب الاستثمارات؟ كيف ترى تقدم مركز مصر في الترتيب العالمي لجودة الطرق وانعكاسه على جذب الاستثمارات؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم كما ترون، ويمكنكم المتابعة بإبداء الرأي على همزة وصل إي جي. همزة وصل إي جي سبيلكم للتواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. نحن في انتظار هذه الآراء لنبدأ هذه الحلقة بحواراتكم وأسئلتكم. دعونا أولا نطلعكم على هذا التقرير عن موضوع الحلقة. طفرة كبيرة في مشروعات الطرق والكباري في مصر تضاهي شبكات الطرق العالمية، فلقد نجحت مصر في الآونة الأخيرة من تحقيق نهضة تنموية غير مسبوقة للنهوض بالبنية الأساسية للدولة وعلى رأسها المشروع القومي للطرق. ويستهدف هذا المشروع تحسين ورفع كفاءة ما هو قائم من الطرق وإنشاء أخرى جديدة للعمل على تيسير حركة التنقلات وسهولتها، مع فتح آفاق جديدة للاستثمار وتحسين البنية التحتية والربط بين محافظات الجمهورية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة والربط بينها وبين كافة المحاور. وتقدمت مصر 90 مركزا بالترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق خلال الفترة من 2014 إلى 2019 لتصل للمركز 28 بعد أن كانت في المركز 18 بعد 100 عام 2014. ومن المستهدف تنفيذ 7000 كيلو متر من ضمن المشروع القومي للطرق، تم تنفيذ 5000 كيلو متر وجاري تنفيذ 2000 كيلو متر، فضلا عن تطوير وصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بإجمالي 5000 كيلو متر. ويتم تنفيذ الطرق وفقا لأحدث المعايير الدولية والتي أدت إلى انخفاض معدل حوادث الطرق بشكل كبير. ويقول المراقبون إن خطة صيانة الطرق هي آلية جديدة تقوم بدورها برفع كفاءة الطرق والاهتمام بها بصفة دورية، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع جودتها، وهو ما يسهم بشكل كبير في زيادة معدل الاستثمار لتوفير شبكة طرق في مختلف المحافظات. طيب، احتمدون أن مصر قفزت قفزة كبيرة في مؤشر جودة الطرق أو مقياس جودة الطرق، ده معنى إيه؟ خلينا نسأل يعني بشكل أكبر المتخصصين. معنا عبر الهاتف، ستظهر الأسماء حالا على الشاشة، ومعنا دكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل. أهلا بيك يا دكتور حسن. أهلا بحضرتك وبالمشاهد الكريم يا فندم. دكتور حسن، لما نقول أن مصر حققت هذه الطفرة أو هذه النقلة النوعية الكبيرة في جودة الطرق بحيث يتحسن موقعها على مقياس جودة الطرق بهذه القفزة من عبر 4 سنوات، كيف ترى ذلك على أرض الواقع؟ يعني له مردود كبير محليا ودوليا، وهي مش قفزه واحده، هي قفزات. يعني احنا كنا في المرتبه 118 سنه 2014 مع بدايه فتره الولايه الاولى للرئيس عبد الفتاح السيسي. الدوله خدت على عاتقها انها تواجه مشكلتها بحلول جذريه وليس مسكنات كما كان يحدث في العقود الماضيه، وكان يجب ان يكون لدينا بنيه اساسيه قويه حتى يكون هناك مناخ جاذب للاستثمار، وان يكون لدينا حلول محليه، لأننا أؤمن بأن الغوص في المحلية هو السبيل للوصول للعالمية. عندما بنقول قومي للطرق لم يكن هدفنا أن يبنى العالم، ولكن أنصف العالم مصر عندما اجتهدت وعرقت وقامت ببناء 23 من إجمالي الأطوار التي تملكها الدولة من الطرق المرصوفة في ال5 سنوات الماضية. نعم. فكان لذلك مردود كبير جدا على فرص التنمية المستدامة. لو بنتكلم على مجتمعات عمرانية جديدة،
لو بنتكلم على توسعات في مدن قائمة لن يكن ذلك ليرى النور دون أن يكون لدينا شبكة طرق بجودة مقبولة. كذلك الحال في مشروعات التنمية الصناعية عشان يبقى عندنا مناطق صناعية ونستغل الثروات الطبيعية الموجودة بمصر كان لابد أن يكون لدينا شبكة طرق. الاستصلاح الزراعي حتى عندما نقوم بعمل مناطق زراعية جديدة ودق أبار وزراعات على أحدث أنظمة الري الحديثة والزراعات المحمية بالصوب لم يكن ذلك ليتم دون أن يكون هناك شبكة طرق تصل لهذه المناطق. وده هذه هي الأسباب الأساسية التي جعلتنا ندخل في بناء المصر. نعم. ما كنا سكان 86. دكتور حسن يعني صوتك بيتقطع قليلا، يعني أرجو أن أنت تحافظ على موقعك اللي تتحدث منه. نعم. على عدد السكان. نعم. 80 48 مليون نسمة، أصبحنا 2019 104 مليون نسمة، يعني الدولة كعدد سكان زادت الضعف. نعم. فما كانش يصلح أن تفضل المرافق والبنية الأساسية دون توسع، وإلا كان هنعاني من التكدسات والتوسع الرأسي والمناطق العشوائية اللي ظهرت على مدار العقود الماضية والدولة بتعاني منها وبدأت تحلها دلوقتي بأنها بتعمل إسكان اجتماعي وبتعمل مناطق تنموية جديدة وبتحاول تنقل المواطنين إلى مناطق لها جودة. ده معناه أننا أمام كل مترابط في عملية التنمية الاقتصادية. صحيح. عايز أنقل البضايع، عايز أوفر شغل للناس، عايز أعمل مجتمعات عمرانية. صحيح. كانت البداية بأننا أمهد الطرق. ماذا عن جودة هذه الطرق وتنفيذها للمعايير العالمية واقترابها من شبكات الطرق العالمية؟ هي لا تقل في الجودة عن شبكة الطرق في أي دولة، لأن احنا بنبني هذه الطرق على أحدث المعايير الهندسية، بنبدأ من حيث انتهى الآخرين. حدثنا المواصفات الفنية الخاصة بالطرق المصرية لتواكب المواصفات الفنية العالمية، وتم اتباع كافة هي التي تضمن جودة هذه الطرق. وفي نفس الوقت المشروع القومي للطرق بناه مصريين بعمال وشركات مصرية ازداد كفاءتهم واكتسبوا الثقة من خلال هذا المشروع اللي شمل 7000 كيلو، تم إنهاء 5000 كيلو متر طولي منهم بما عليهم من كباري وأنفاق. وهنا كل طريق يعتبر ملحمة في حد ذاته، لو اتكلمنا عن يعني لا يوجد أفضلية للطريق على آخر، لأن كل طريق كان له جدواها الاقتصادية والفنية. وعايز أقول أن المشروع القومي للطرق ساهم في الحد من معدلات البطالة والتضخم، لأن احنا بدأنا المشروع القومي في 2014، الاقتصاد المصري بيمر بعنف سجاجة، وكان يجب أن نبحث عن فرص عمل للأسر المصرية، والمشروع القومي اشتغل فيه آلاف المصريين اللي كانوا بيعولوا أسر، وبالتالي فهو فتح أبواب رزق لكثير من المصريين، علاوة على تحسين مناخ الاستثمار. لما نتكلم على أن روسيا بتعمل منطقة صناعية في محور تنمية قناة السويس، وليعلم المشاهد الكريم أن دي أول منطقة صناعية لروسيا خارج أراضيها، فهذا لا يأتي مؤلم مصر، ولكن المستثمر دايما بيدور على المصلحة فين. فده معناه أن المستثمر بيرى أن مصر واعدة في الاستثمار، وأن هناك أمن وأمان واستقرار أدى إلى جذب الاستثمارات الخارجية، وكذلك إن شاء الله الاستثمارات الداخلية متدفقة. الطرق شهدت طفرة في الإنشاء وفي الجودة، وفي نفس الوقت ساهمت في خفض معدلات الحوادث 24%. كما أشار التقرير، عايز أقول الدولة لم تهمل شبكة الطرق القائمة، ولكن يتم أعمال الصيانة بشكل دوري للشبكة القائمة، وعند اعمال الصيانه بيتم كمان رفع. هرجع لك يا دكتور حسن في موضوع الشبكه الداخليه في النقل تحديدا، لاني عايزه رايك. تمام. في العديد من النقاط، بس اسمح لي ان انا اضم لهذا الحوار دكتور محمد نجيب ابو زيد، الاستاذ بالجامعه الامريكيه والبرلماني السابق، سينضم الينا الان. اهلا بك يا دكتور محمد. اهلا بحضرتك. يعني احنا دكتور محمد لما بنتكلم دلوقتي عن شبكه الطرق وتاثيرها في عمليه الاستثمار، اول شيء بيبحث عنه المستثمر هو ازاي هينقل بضايعه او هيتعامل في عمليه النقل، فباي قدر من وجهة نظرك أثرت هذه العملية على الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر؟ أقول لحضرتك ثلاث أجزاء. أولا المستثمر بيبص على ثلاث حاجات أساسية. أولا بيبص على استقرار السوق من الناحية، أو المكان اللي هيستثمر فيه من الناحية الأمنية، استقرار السياسي ده طبيعي. بالضبط كده. الجزء الثاني هو ثبات القوانين وعدم تغييرها تغيير مفاجئ طبعا، ودي حاجة دولة حريصة عليها. والجزء الثالث طبعا، وده مش الثالث في الترتيب، يعني الضلع الثالث في هذا المثلث هو
شبكه الطرق والنقل بصفه عامه وكفائتها. نعم. نقطه مهمه جدا بس عاوز اقولها، ان مش بس المستثمر بيجي يستثمر عشان شبكه الطرق، ولكن عمل شبكه الطرق في حد ذاتها بتضيف فرص عمل. يعني الكيلومتر الواحد من كل طريق جيد بيعمل حوالي 250 ل 400 فرصة عمل، من 250 ل 400 فرصة عمل. طبعا زي ما كنت سامع حضرتك بتقولي، انت بنتكلم الدولة بتتكلم على ثلاث محاور، اولا طرق جديدة بالمرة تماما، ونوعية جديدة خالص من الطرق ومن كفائتها، دي جزئية بتتجاوز حوالي 7000 كيلومتر. تاني حاجة ان انا بنهض بشبكة الطرق الحالية، والثالث وده لا يقل أهمية هو صيانة لهذه الطرق ووضعها انها تكون في طرق المصاف، الطرق الدولية والعالمية. وعلى فكرة في اخر 5 سنين في طرق لم تكن موجودة في جودتها في مصر أصبحت موجودة الآن وفي الخدمة بفضل ربنا سبحانه وتعالى. دي حقيقة، دي حقيقة. بترى التأثير الاقتصادي المباشر وغير المباشر إزاي يا دكتور؟ طيب أولا بنتكلم على السلع بصفة عامة، خلي بال حضرتك بتتكلمي على النقل مش بس في الطرق ويكملها الموانئ. عشان كده لما مصر قفزت في مؤشر التنافسية لم تقفز وتتقدم مناصب أو مراكز كثيرة فقط في الطرق، ولكن الطرق والموانئ القائمة عليها أو بتخدمها. بيحصل أن تكلفة النقل بتتراوح في السلع ما بين 25% تصل ل 60% من إجمالي تكلفة أي سلعة. تخيلي حق أي مستثمر داخلي أو خارجي لما بيقدر يوفر أو يكون عنده قدرة على سيطرة هذه التكلفة ووضعها في حسبانه، دي يعني جزئية مهمة جدا في اقتصاديات أي عملية نقل أو مواصلات بتخصه. برضه بقول لحضرتك ان مش بس الطرق ووسائل النقل القائمه عليها، يعني بتعملي طرق، بتعملي انفاق، بتعملي كباري، بتعملي وسائل مواصلات جديده، حاولي تعملي شبكه من خطوط مترو بتستجد، وخلي بالك دي لا تغفل حتى لو دي للمواطنين، هو بعد مش هيستثمر هينقل بضايع بس، عاوز عماله يكونوا موجودين في ميعادهم، عاوز المصنع يشتغل باقل قدر من التاخير. فبتتكلمي حضرتك على كمان مدن جديدة بيتم فيها شبكة الطرق وضمها للشبكة الحالية، ودي عملية ليست بالسهلة ولكن بتتم الحقيقة بمعدلات عالية جدا. نعم. دكتور حسن اسمح لي ان انا اعود مره اخرى لدكتور محمد نجيب، عفوا دكتور محمد اسمح لي ان انا اعود مره اخرى لدكتور حسن مهدي استاذ هندسه الطرق والنقل، على ان اعود اليك من جديد لاستكمال الحوار. دكتور حسن ما زلت معي؟ مع حضرتك. نعم، احنا اتكلمنا عن شبكه النقل المطوره اللي يعني تقريبا ربطت ارجاء مصر ببعضها. الشبكه الداخليه هل من وجهه نظرك تسير نفس وفق المخطط بنفس الشكل ووفق نفس المعايير؟ هو انا قبل ما اجاوب على سؤالك بس هعلق على جزئيه هامه قالها الدكتور محمد نجيب، ان تكلفه النقل بتصل الى من 25 ل 60% من تكلفه المنتج، وبالتالي دي نقطه. هي فعلا تكلفه النقل في المتوسط بنفرسها للطلبه عندنا انها 40% من تكلفه المنتج، وبالتالي لما يبقى عندي شبكه مواصلات جيده يبقى انا عندي وبالتالي اقدر ان انا انقل السلعه او المواد الخام او المواد اللي هوديها للمصانع او بسعر اقتصادي، وبالتالي تصل للمستهلك بقيمه يستطيع ان هو يعني تكون قيمه مناسبه، ويكون في تنافسيه، لان التنافس هنا يعني مرتبط بنظام نقل كويس علشان اقدر يبقى في عندي تنافس في الصناعه او في الزراعه او خلافه. فده كله مبني على نظام تنافس، وداخل فيه سعر عادل في عملية التسعير مبني على ان في حاجه ما خدتش اكتر من مما تستحق في هذه العمليه. نعم، يعني هو احنا عندنا الى الان احنا بنعتمد بس على يعني شبكه النقل البري اللي هي الطرق، ويعني باقي وسائط النقل الدوله شغاله على قدم وساق تطويرها كما اشار الدكتور. يعني عندنا المواني على سبيل المثال، هناك مشروعات كثيرة لتطوير المواني وزيادة الطاقة الاستيعابية، أقصد المواني البحرية. كنت لسه هقول. نعم. وهناك زيادة في الطاقة الاستيعابية وبناء أرصفة جديدة وأرصفة متعددة الاستخدامات، ليس هذا فقط بل وربطها بشبكة من الخطوط الحديدية وإنشاء مواني جافة لسهولة نقل البضائع من المواني البحرية للمواني الجافة بالقرب من مناطق التصنيع. الدولة بتعمل مناطق لوجستية على حدود الطرق أو شبكة الطرق الجديدة اللي تم إنشائها في المشروع القومي، وده برضه بيسهل تداول السلع والبضائع.
فده كله له انعكاس على سعر الخدمه اللي هو سعر نقل البضائع، وبالتالي نستطيع ان احنا يكون عندنا تنافسيه جيده. وده اللي احنا بنتمناه بشكل حقيقي، ان كله بيصب في النهايه في حياه المواطن. اتفضل يا فندم. دكتور حسن. نعم. على ما يبدو دكتور حسن الاتصال انقطع مع دكتور حسن مهدي. انا بشكره جدا دكتور حسن مهدي، استاذ هندسه الطرق والنقل. انتقل بالحوار للدكتور محمد نجيب ابو زيد مره اخرى. دكتور محمد انت معي؟ دكتور محمد انا مع حضرتك. ايوه اهلا بيك مره اخرى دكتور محمد. الانعكاس المباشر لشبكه الطرق العملاقه على حياه المواطن اليوميه من وجهه نظرك بترى ازاي؟ زي ما اشير حضرتك اشارتي برضو، اولا في جزء لا يعني ليس له نقول ايه بديل، هو رقم واحد امن وصحه المواطن وسلامته. لما تنخفض معدلات الوفيات ما ننساش حضرتك ان احنا مصر كانت من اعلى دول العالم في حوادث الطرق. في حوادث الطرق. نعم. وكانوا بيسموها نزيف الاسفلت، وطبعا الله كده يعني لا يقدر ابدا مثل هذه الحوادث مره اخرى، فانخفض بنسبه كبيره. طبعا لا يزال جزء في تامين الطرق مطلوب، وجزء توعيه مهم جدا، ودي بتكمله برضو وزاره الداخليه مش بس المواصلات والنقل، في تامين المواطن وسلامته والمركبات وما شابه. الجزئيه الثانيه بقى الجزء الاقتصادي البحت، ان حضرتك بتقدري تزودي دخل المواطن. خلي بال حضرتك بعربيتك او بعربيتي او بوسائل النقل، لما بتشجعي وسائل النقل الجماعيه راقيه فانت بتخفضي من ازدحام الطرق. يعني مثلا يقال ان عربيه نقل واحده او في مترو، في يعني نقول عربيه مترو كده واجن واحده في مترو ممكن توفر من 40 ل 60 عربيه ماشيه في الشارع. انت بتقدري تقللي من ازدحام التلوث استهلاك الوقود. النهارده مصر بتحاول تصل في اسعار الوقود لاسعار مقبوله دون عبء زائد على المواطن، بس مش معنى كده ان انا اهدر وقود بلا داعي في مواصلات، ان انا واقف في الترافيك او اشارات او ما شابه. فانت تقدري تسيطري على التكاليف، استهلاك المركبات نفسها، استهلاك الطريق نفسه. فالانعكاسات الاقتصاديه مهمه جدا للطرق. انا هنهي بس كلام معاك في الجزئيه دي. كل الدول الكبرى التي نهضت اقتصاديا والتاريخ يتحدث، مشروع مارشال في المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه، الطرق شبكه الطرق عملها ايزنهاور للنهضه بامريكا بحيث دي اكبر دوله اقتصاد في العالم ودي اكبر اقتصاد في اوروبا، مبني اساسا على شبكه الطرق قوية ولها بدائل سواء للمواطن سواء للسياحة سواء. إذن نحن وضعنا اللبنة الرئيسية في عملية التقدم الاقتصادي أو عملية التحرك الاقتصادي المبني على أسس حقيقية. أنا بشكرك كثيرا دكتور محمد نجيب أبو زيد الأستاذ بالجامعة الأمريكية على هذه المداخلة، كما أشكر ضيفي كريم دكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل. يعني كانت هذه إطلالة سريعة من خلال المتخصصين على ما أضافته هذه الشبكة العملاقة بجوار هذا المعدل في التنافسية الدولية أو في معيار التنافسية الدولية إلى فكرة البنية الاقتصادية الحقيقية في مصر كواحدة من لبنتها. دعونا ننتقل إلى آراء المتابعين من الجمهور في الشارع. كانت شاشة النيل هذه اللقاءات. أكيد طبعا بينعكس على الاستثمار وجودته، وده بيخلي طبعا المستثمرين يبقى في دخول لمصر، أو بمعنى أصح دخول مستثمر عندنا، ده وجذب الاستثمار. ده طبعا بينعكس كمان في زيادة المشروعات. أنا شغال في شرم بقالي كذا سنة، والطريق بقى 10 على 10 والناس كلها تمام التمام بصراحة. دلوقتي وسائل النقل والمواصلات بقت سهلة جدا في خلال الطرق الحديثة اللي تم إنشائها. بنلاحظ إن الطرق وتطورها والكم الضخم والهائل الإنجازات اللي اتحققت فيها حوالي 5000 كيلو دلوقتي، في زيادة في السياحة والإقبال إقبال شديد على السياحة، وفي تبادل للاستثمارات ودعم ليها. أنا سواء سياحة بقى لي 25 سنة في السياحة. أنا كنت الأول باخد من طريق القاهرة لأسوان كنت باخدها ب 25 ساعة، في 24 ساعة، في 23 ساعة. النهاردة 10 ساعات من 15 مية بخش أسوان. شرم الشيخ في الطريق رايح جاي، والطريق الجديد اللي هيتفتح إن شاء الله قريب برضه الطريق 5 ساعات بيدخلني هنا. الطريق بتاع الضبعة برضه الجديد عمل. يعني الطرق كلها احنا مرتبطين بيها، في انجازات اكتر من الاول.
يعني في انجازات اكتر من الاول والطرق دي حقيقه، مش دي مش كلام. بالنسبه للفتره الاخيره ديت وتقدم الدوله في الانشاءات المعماريه وشبكه الطرق من خلالها طبعا ده بيعمل جذب سياحي وبنعكس من دوله في الاستثمار من ناحيه الدول وانجذابنا احنا للسياحه الخارجيه. وفي نفس الوقت طبعا احنا شايفين وماشيين على الطرق ومعموله محاور كتيره وطريق الجلاله والاقليم الدولي، بس الناس تطلع وتشوف الطرق دي. كانت هذه آراء مجموعة كبيرة من متابعينا ومشاهدين في الشارع. دعونا ننتقل لآرائكم التي سجلتموها لنا حتى الآن، والسؤال مرة أخرى مع حنان عاطف. حنان ماذا لديك؟ بالطبع مجدة، عدد كبير من المشاركات هتابعه معاكي وكمان مع مشاهدينا الكرام عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كلها مشاهدينا تحت عنوان همزة وصل إي جي. عدد كبير من تعليقاتكم وكمان مشاركاتكم وآرائكم جات لنا على صفحتنا تحديدا على فيسبوك عبر همزة وصل إي جي حول موضوع سؤال حلقة اليوم. طبعا بالطبع هو موضوع هام جدا وحيوي. نستعرض معاكم أول تعليق من أستاذة إيناس بتقول لنا فيه: وجود طرق يعني وجود مجتمعات عمرانية، ومش بس كده كمان مناطق صناعية وجود حياة. طيب السيد سعيد بيقول لنا في رسالته: في حب مصر بإنجازات مصر في مجال جذب الاستثمارات وتهيئة الظروف الاقتصادية المناسبة لدفع عجلة النمو، مصر عندها مميزات استثمارية مما يجعلها من أكثر الدول الجذبة للاستثمارات في العالم من زاوية تنوع الفرص الاستثمارية وارتفاع العائد من الاستثمار في مصر. طيب خلينا نشوف وجهة نظر تانية جات لنا من صديقنا الدائم في همزة وصل أستاذ أيمن رمضان الأنصاري، بيقول: احنا شايفين تقدم مصر في المحافل الدولية برعاية فخامة السيد الرئيس، وتقدم مصر في الترتيب العالمي لجودة الطرق، وده انعكاسه على جذب الاستثمارات، بيسهل النقل وتخزين وتوزيع وتوفير وقت وتكلفة مع خرائط الاستثمار في مصر، من خامات، من قوة بشرية، من مهارة بتقنية حديثة وصناعة وتبادل تجارة دولية حرة ودفع مستحقات الوطن. مصر تتألق، العالم يحتاج لمصر. يعني دي كانت مشاركة مهمة جدا من أستاذ أيمن. خلونا نروح لأسامة عصام الطهطاوي بيقول لنا في رسالته: يا رب دايما نكون في تقدم. معانا كمان تعليق من أستاذ جابر خلف بيقول فيه: طريق جيد وجودة عالمية يساوي محور تعمير، طريق سريع في خدمات لوجستية وإدارة وكهرباء وصرف صحي وصرف وأنفاق وخدمات تكفي لكل احتياجات المواطن، شبكة من إمدادات مية وشرب وزراعة وصرف وأمطار وصرف صحي وشبكات معلومات وإنترنت وخدمات جانبية للتموين والصيانة، كل دي خدمات مهمة جدا. طيب نروح لأحمد عبد الله كمان بيشاركنا برأيه، بيقول: أول حاجة دي حاجة إيجابية جدا، وأنا بحس بشعور لا يتم وصفه لما بنوصل لترتيب متقدم في أي مجال. تاني حاجة، في عالم الإدارة أول خطوة لعملية التطوير هي بتكون تحسين الاتصالات واللي منها النقل والمواصلات، لأنه دي بتوفر الوقت والمجهود مما يعمل على خفض التكاليف للعملية الإنتاجية داخل المشروعات، وبالتالي بيشجع أصحاب رؤوس الأموال على دخول السوق المصرية. خلونا نروح لأستاذ أسامة عصام الطهطاوي كمان بيقول لنا: تحياتي لكم أسرة البرنامج، أشكرك أستاذ أسامة عصام على المشاركة. نروح لعنصر نسائي آخر في حلقتنا، أستاذ عفاف سعيد بتقول: أنا شايفة أنه مصر استخدمت كل شيء جديد في إنشاء الطرق، وده أمر جيد وكمان جميل جدا. أشكرك أستاذ عفاف وأشكر كل من شارك معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. بالطبع انتظركم للمزيد من المشاركات والتعليقات عبر همزة وصل إي جي على صفحتنا على فيسبوك. خلونا نناقش هذه التعليقات مع زميلتي مجدة عبر الاتصالات الهاتفية مع المختصين والمحللين. إليك مجدة. شكرا لك حنان على ما قدمتيه من عون في هذه الحلقة بنقل آراء مشاهدينا. عودة مرة أخرى للاتصالات الهاتفية والمزيد من الحوار حول شبكة النقل الداخلية. معنا عبر الهاتف
ستظهر الاسماء حالا على الشاشه. استاذ علاء معتمد مشرف القسم الاقتصادي بالجمهوريه، دكتور عماد نبيل استشاري الطرق والمرور، وبدايه الحوار مع دكتور عماد نبيل استشاري الطرق والمرور. اهلا بك دكتور عماد. أهلا بك. دكتور عماد، مشروعات الطرق ما كانتش بس بتستهدف إنشاء الطرق الجديدة، لكن كمان بتستهدف إنها ترفع جودة الطرق الداخلية. عايز أعرف أي مقدار بيشعر المواطن العادي بهذه الجودة في الطرق الداخلية والجهد اللي اتبذل فيها وتأثيرها طبعا. هو الحقيقة طبعا زي ما حضرتك عارفة والمشاهدين عارفين، الطرق تم إضافة 7000 كيلو للشبكة القومية، ودي بتعادل. يبدو أني فقدت الاتصال بدكتور عماد نبيل. دكتور عماد أنت معي؟ طيب سوف أتجه لضيفي الكريم الأستاذ علاء معتمد مشرف القسم الاقتصادي بالجمهورية إلى أن يعود الاتصال مرة أخرى مع دكتور عماد. أستاذ علاء أهلا بك. أهلا بك يا فندم. أهلا أستاذ علاء، المواطن المصري حاسس بجودة الطرق الداخلية بقدر الإضافة الكبيرة اللي حاسس بها الجميع في الطرق اللي بتربط مصر بشكل عام؟ الحقيقة خليني أقول لحضرتك في البداية أن ملف الطرق هو واحد من أهم الملفات اللي تم فيها إنجاز كبير. إحنا جميعا بنفخر بما تم في ملف الطرق في مصر خلال الخمس سنوات الماضية. طبعا أقول لحضرتك يمكن حوالي 7000 كيلو متر تم إنشائها وجاري الانتهاء من تنفيذها خلال خمس سنوات فقط. ده رقم كبير جدا، وبالمقاييس العالمية وبالمقاييس الدولية أعتقد ده رقم كبير جدا. أكثر من 75 مليار جنيه يتم صرفهم على شبكة طرق جيدة وبتربط جميع المحافظات بعضها ببعض، وبتربط المحاور المختلفة التي تم إنشائها سواء الكباري التي تم إنشائها على النيل أو الطرق للربط ما بين المحافظات المختلفة، ربط الجمهورية بشبكة طرق جديدة وجيدة وعلى درجة كبيرة جدا من الأمان. وده يمكن كان أهم الأسباب اللي ساهمت في تقدم مصر هذه الدرجة في مؤشر جودة الطرق العالمية اللي بنوصل بيها. يمكن تقفز كون مصر تقفز 90 مركز خلال خمس سنوات، أعتقد ده إنجاز كبير جدا في موضوع جودة الطرق وأيضا في ربط المحافظات فيما بينها. وده بيأثر المسافة سواء لانتقال الأفراد أو انتقال البضائع، وأعتقد ده بيعود في النهاية على الاقتصاد المصري بصورة إيجابية كبيرة جدا. نعم، إيه أكتر المشروعات الطرق اللي بترى أنها غيرت من الوجهة الاقتصادية لمصر في هذه المرحلة؟ اسماعيل اقول لك بالنسبه للاستثمار، اول عامل بيدور عليه المستثمر اذا كان بيدور على ارض عشان يعمل فيها المشروع بتاعه بيدور على الطرق الاهم، يعني اقصر الطرق لوصول العاملين في هذا المشروع لهذا المصنع او المشروع اللي بيقيمه، وايضا ازاي هينقل بضاعته بأقصر طريق ممكن، سواء هيوصل للتصدير، هيوصل لميناء معين، أو هيوصل للأسواق الأخرى اللي هيتم فيها تسويق هذه البضائع. وبالتالي وجود طرق للمشروعات الاستثمارية ده شيء هام جدا طبعا. ثانيا أن انتقال الأفراد في الطرق ده يمكن بيقلل الوقت، وده بيختصر الوقت، وده مكسب كبير، بيختصر أيضا الوقود اللي بيستهلك سواء في السيارات أو في وسائل النقل المختلفة. طبعا ده توفير للاقتصاد. أعتقد أن الفترة الأخيرة شهدت جودة في الطرق، إحنا بنشوف تقليل للحوادث، كان في حوادث كبير يعني كثيرة جدا بتحدث على الطرق نتيجة سوء الطرق اللي كانت موجودة، ولكن نعم. الآن هناك جودة في الطرق، ده بيقلل من نسب الحوادث اللي بتقع على الطرق المختلفة. يمكن بيتبقى تصرفات الأفراد والسرعة، يمكن ده من مسببات بعض الحوادث حاليا، لكن جودة دي وقفة أخرى حقيقة الحقيقة. دكتور أستاذ علاء خلينا نتكلم عنها برضو. أستاذ علاء أنا بشكرك كثيرا على هذه المداخلة وما أبديته من وجهة نظر معي. عاد إلي الاتصال التليفوني بدكتور عماد نبيل استشاري الطرق والمرور. دكتور عماد أهلا بك مرة أخرى. أهلا بحضرتك. دكتور عماد، ربما احنا أطلينا في الوقت السابق على قيمة هذه المشروعات وتأثيرها في البنية التحتية في مصر وأيضا تأثيرها الاقتصادي. بقى لنا أن نتحدث بشكل أو بآخر عن فكرة كيف يتعامل المواطن المصري مع الطرق وضرورة تغيير هذا التفكير، كيف ترى الأمر؟ هو الحقيقة طبعا مع الطرق الجديدة اللي بتاخد الصبغة العالمية وأعلى مواصفات الدولية، المفروض أن طبعا بيسمح بها بسرعة كبيرة
يعني زي 120 كيلو في الساعه وال100 كيلو في الساعه. فبالتالي هنا محتاجين جدا ان قائد المركبه يبقى مدرب ومؤهل ان هو يتم القياده بتاعت السياره بتاعته في مثل هذه الظروف، لان هو لازم يبقى يعني على درايه كامله بالاشارات المروريه وبالتوعيه المروريه وغيرها. الحفاظ على الثروه القوميه، يعني النهارده ما نبهدلش الطرق بتاعتنا، ما نحفرش فيها، ما نعملش فيها مطب عشوائي، ما نعملش فيها يعني حفر عشوائي، ما نكتبش على الحوائط اللي موجوده في الطريق، ما نبداش من اعمده الاضاءه الاشارات وخلافه. طبعا دي يعني هي ما يسمى بسلوكيات القائد. ودي الحقيقه طبعا قانون مريد جديد مع تفعيله ان شاء الله هيبدا يغلظ العقوبات بطريقه قويه جدا على مثل هذه التصرفات، واللي بالطبع هيكون له تاثير ايجابي جدا في الحفاظ على الثروه القوميه. نعم ده اللي احنا بنتمناه. نعم. الطرق في الاخر مين بدافع ثمنها؟ هو برضو يعني كلنا دافعين ثمنها عشان يبقى عندنا شبكه طرق حضريه قويه، فبالتالي ده مال عام ولازم نحافظ عليه بالضبط، الحفاظ على المال العام. انا بشكرك دكتور عماد نبيل استشاري طرق والمرور. سانتقل بالحوار اخيرا الى دكتوره رندا حسين استاذه التخطيط الاقليمي والتنميه. دكتوره رندا اهلا بك. دكتوره رندا، دكتوره رندا هل تسمعيني؟ حقيقة أنا كنت أريد أن أتحدث مع الدكتورة رندا تحديدا عن فكرة المأمول من شبكة الطرق في المرحلة القادمة. هل هناك خطط أخرى يمكن إضافتها لشبكة الطرق بحيث تغطي نقاط جديدة ومختلفة في عملية النقل في مصر، والمزيد تصب بشكل أو بآخر في الجانب الاقتصادي، راحة المواطنين وأيضا في العملية الاقتصادية بشكل أو بآخر؟ عاد إلي الاتصال مع الدكتورة رندا. دكتورة رندا أهلا بك. أهلا وسهلا يا فندم. يعني كان التخطيط هو العنصر الرئيسي في نجاح شبكة الطرق المصرية في أن تصل إلى هذا الترتيب، أن يكون موضوع نصب عين الحكومة فيما تضع أو ما خططته من طرق ما تريده، ما تريد أن يتحقق. فكيف ترين الخطوات القادمة فيما هو مخطط لشبكة الطرق المصرية من وجهة نظرك؟ طبعا هو اكيد شبكه الطرق هي شرايين يعني الحياه لاي اماكن هنعمل لها تنميه او مخططات في المستقبل. نعم. فطبعا الشريان ده هو نبض الحياه، يعني انا عشان انتقل للعمران الجديد او اماكن جديده في مصر لازم اتصل الاول الطريق الشريان، وبعدين هجذب بقى بعد كده الخطوات القادمه. هيبقى في جذب استثمار، هيبقى في مناطق جديده واعده ان هي يكون فيها تنميه، سواء تنميه بقى زراعيه صناعيه عمران جديد. كل ده الخطوه الاولى ان انا مديت شريان الحياه للمكان ده عشان يجي يستثمر عليه. بعد كده بتتحط مجموعه من الخطط لتنميه المحاور دي او الطرق دي، حواليها مناطق تنمية، حواليها أماكن جديدة، تجمعات جديدة، كل يترتب عليها بعد كده أن أنا ربطت بالشبكة دي الأماكن البعيدة أو الأماكن الجديدة الواعدة بالعمران القائم. نعم نعم. إيه شايفة إيه الخطوات القادمة الرئيسية والأساسية اللي من المفترض أن الحكومة تضعها في شبكة الطرق من وجهة نظرك يا دكتورة رندا؟ المواصفات الأساسية إن هي بيكون لها متطلبات للاستثمار، يعني أنا لو مستثمر هاخد في الرحلة قد إيه إن أنا أروح الأماكن دي، تصميمها بالنسبة للمعدلات العالمية، لو مثلا حتى لو بعمل أماكن فيها سياحة هاصل إزاي وسهولة الوصول إزاي والتصميم بتاع الطريق والفلو بتاعه وكل المتطلبات العالمية في تصميم الطرق بتتاخد في الاعتبار، وطريق الخدمة ولو حصلت ظروف هيحصل فيه إيه. حضرتك اللي بيسافر الخارج ويبقى على شبكة طرق بيكلموا الطريق طول ما هو ماشي، بيكلموا ازاي؟ بيكلموا خد بالك. نعم. هيبقى في فلو كذا، خد بالك ان يتحول المسار لكذا، يا اما بشاشه الكترونيه بيستخدموا بقى السمارت، الحاجات السمارت، الحاجات اللي تقدر تكلم القائد. واعتقد ان دي مرحله احنا هنشاهدها قريبا جدا على طرقنا المصريه. آه. بعد كل هذا التعديل وهذه الطفره اللي احنا بنمر بيها. انا بشكرك جدا دكتوره رندا حسين استاذه التخطيط الاقليمي والتنميه على المداخله وما ابديتيه من وجهه نظر معنا. مشاهدينا كانت هذه اطلاله سريعه خلال همزه وصل على ما حققته مصر من طفرة وقفزة حقيقية في الطرق وشبكة الطرق العملاقة التي أصبحنا نحظى بها مؤخرا. ماذا عن سؤال حلقة الغد وهو كل ما تبقى لنا؟
إلى أي مدى يسهم تطوير الأسطول التجاري البحري في دعم حركة التجارة الخارجية لمصر؟ إلى أي مدى يسهم تطوير الأسطول التجاري البحري في دعم حركة التجارة الخارجية لمصر؟ هذا هو سؤال حلقة الغد. نحن في انتظار آرائكم معنا وهمزة وصل جديدة. شكرا لكم.